وحلت الأحزاب واصطدمنا مع حزب الإخوان المسلمين. وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب إيه؟ أول حاجة قال لي يجب أن تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل واحدة تمشي. قلت له يا أستاذ أنت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة. إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد نفسك. بس كانوا الأمريكان بيتنموا إنهم بيدونا شوية معونة علشان ييجوا يتحكموا فينا ويتحكموا في سياستنا. أنا بقول لهم إحنا متأسفين، إحنا مساعدين بننزل الشاي شوية، بنقلل من استهلاكنا في الشاي، بنقلل من استهلاكنا في البن، وبنقلل من استهلاكنا في بعض الحاجات ونحافظ على استقلالنا، وإلا نضيع استقلالنا خالص. يبقى معركة سنة 56 ما فيهاش أي فايدة. احنا ميزانيتنا في السنة 1100 مليون جنيه، بنصرف على القطع حوالي 400 مليون جنيه او 500 مليون جنيه. اذا دعا الامر ان احنا نوفر 50 مليون جنيه بنوفرها على الجزمة ولا بتهمنا والله العظيم. الشعب العربي في المملكة السعودية، الشعب العربي عليه مسؤوليات. هم سموه المملكة السعودية، هو ما سماش نفسه المملكة السعودية، هو في الجزيرة العربية طول عمره نجد والحجاز، ولكن الشعب العربي هل يقبل أن يرفع سلاح ضد الثورة؟ ممكن المدنيين يرفع سلاح، ممكن المنتدى يرفع سلاح، ممكن الراجعين يرفع سلاح، ممكن أصحاب المصالح يرفع سلاح، ولكن الأحرار هل يرفع سلاح؟ أول يوم لغاية امبارح الخسائر اللي عندنا 136 ضابط وعسكري، كل واحد فيهم جزمته أشرف من تاج الملك سعود والملك حسين. رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لفلاح الحسين. الجمعة اللي فاتت من 4 أيام في هيئة الإذاعة البريطانية التلفزيون الإنجليزي عامل برنامج عن اليمن اللي هي البي بي سي، وبعدين راحوا شتمين جمال عبد الناصر بألفاظ بذيئة. احنا كانوا زمان بيجيبوا مركب هنا يهزوا الحكومة، النهارده ما يشتمونا نقدر نضربهم بالجزمة كمان ونشتمهم من أكبر واحد لأقل واحد. جابوا الأساطيل، حصل إيه؟ جابوا الأساطيل هنا بورسعيد هزموهم. هل الأساطير نفعت معانا سنة 56؟ ولا بتوع المظلات صرفوا 100 مليون جنيه وطلعوا بحسرتهم، طلعوا بخيبتهم. النهارده ما قدامهمش إلا إنهم يشتمونا، ولا ما بيشتمونا بنشعر إن إحنا ناس مهمين. بقى كان زمان جريدة التايمز لما تتكلم كلمة يسقط رئيس وزراء المملكة المصرية. النهارده اما بيشتمونا طب ما احنا نقدر نشتمهم، واحنا جرايدنا ما تقدرش تشتم ملكه بريطانيا ولا رئيس وزراء بريطانيا. ممكن قوي، ما انتوا شتمتوهم هنا كتبت لهم ايه على الحيطه في بورسعيد؟ احنا فاكرين الكلام، نجيب لهم الكلام اللي على الحيطه ونطلعه لهم. قلت لهم يور كينج ايه؟ ممكن يعني اذا كان الموضوع اباحه، يعني